إذا هكذا التواصل متابعي الكرام مع جولتنا الأخيرة وشوطنا الأخير مع أيضا الجعدان للأخوة السودانيين هنا يتقدمون بهذه أيضا الشعارات وهذه الأسماء وهذه التحديات التي تدور مع هذه الأسماء. مشاهد أعزاء متابعي الكرام هناك الصدارة الأولى مع الدكتور سيد أحمد يتواصل هنا أيضا على الصدارة الأولى بينما المركز الثاني هنا القدوم والتواصل ايضا مشاهد الاعزاء من ايضا تواصل النذير ابو عمر يقدم لنا في هذا المسار يقدم لنا شاهين في هذا التحدي بينما هناك الدخول والوصول من الذيب كجر احمد موسى يتواصل في هذه اللحظات من خلال هذا المسار القدوم ايضا من هجام جابر كرار يتواصل في هذه اللحظات وهناك الدخول من إرسال الوليد أحمد أبو خالد يتواصل في هذه اللحظات يتقدم من خلال هذا المسار أرى وصول من شاهين لمحمد عمر يتواصل محمد عمر أيضا قادم بشعاره وتحدياته هنا مشاهد الأعزاء رباعية رائعة مع الأخوة السودانيين الله 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 هنا الوصول هنا القدوم أيضا مشاهد الأعزاء من إرسال إرسال يبدو أن إرسال هو الأقرب للفوز هو أقرب للناموس ولكن هناك الدكتور وإرسال إرسال إرسال إذا متابعينا الكرام إرسال الوليد أحمد أبو خالد من قدم إرسال المركز الثاني الدكتور سيد أحمد المركز الثالث كان الدخول من شاهين لمحمد عمر أتى مع ثالث الأسماء إذا التهانينا والناموس متابعينا الكرام لمن قدم لنا إرسال الوليد أحمد أبو خالد التوقيت دقيقة 47 ثانية 74 جزءا من الثالث تهانينا والناموس